السلام عليكم. في مثل هذا اليوم من العام 2015 داهمت مجاميع من الميليشيا الحوثية أحد فنادق العاصمة صنعاء، والذي كان يتخذه مجموعة من الصحفيين مأوى أخيرا لهم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة ضمن عملية تنكيل واسعة للصحافة والصحفيين. في إطار مسلسل كاتم الصوت الذي انتهجته الميليشيا بغرض تصفية شهود من مسرحة الجريمة، ردود الأفعال المدنية المحلية والدولية إزاء جريمة الاختطاف الجماعي للصحفيين لم تتوقف، من منظمة العفو الدولية إلى اتحاد الصحفيين العرب إلى الوقفة الدولية الدولي للصحفيين في مدينة إنجيل الفرنسية، غير أن هذه الفعاليات لم تجد ضميرا يصغي من قبل الأمم المتحدة الراعية لمشاورات الكويت، التي جاء على لسان مبعوثها أن نحو 50% من المختطفين سيتم إطلاق سراحهم قبل شهر رمضان. تلك الوعود تبخرت، ومعها تبخرت آمال أمهات المختطفين وزوجاتهم، وتضاعف الفراغ النفسي لأطفالهم الصغار. الفعاليات المحلية أيضا لم تتوقف، خصوصا بعد تشكيل رابطة أمهات المختطفين كأبرز عمل مدني في اليمن يناضل من أجل إطلاق سراحهم. صنعاء المقموعة شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية النسوية المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين، وتضاعفت الوقفات بعد إضرابهم عن الطعام لأكثر من 3 أسابيع. كان آخر تلك الوقفات الوقفة الاحتجاجية ليومنا هذا أمام النائب العام، التي تعرضت لاعتداء من قبل النساء التابعات لميليشيا الحوثي. حول عام من اختطاف الصحفيين في سجون الميليشيا ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، فكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. عام كامل مر على اختطاف 10 صحفيين من صنعاء، و30 يوما منذ أن بدأوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على تعذيبهم وإساءة معاملتهم. هكذا منعت اليوم أمهات مختطفين ومختفين قسريا من الوصول إلى النائب العام. توجهن إلى مقر نقابة الصحفيين فأغلقتها الميليشيا في وجوههن. بعد أن أغلقتها جماعة الحوثي قبل أن نصل إليها بدقائق أو بربع ساعة، قاموا بإغلاق النقابة وقاموا بالتهجم علينا ومنعونا من التصوير ومنعونا من نشر صور الصحفيين الذين اختطفوهم منذ عام. حتى اليوم أكمل الصحفيين العام الأول وهم مخفيين داخل سجون الحوثي. ميليشيا الحوثي وصالح اختطفت الصحفيين، والصحفيين مضربين عن الطعام منذ ما يقارب 24 يوم أو أكثر. الميليشيا التي تحكم قبضتها على مدينة صنعاء وتكمم فيها الأفواه لا تستطيع تكميم فم العالم، فقريبا من صنعاء يتضامن صحفيون في مأرب مع زملائهم المختطفين في سجون الحوثيين في صنعاء، وبعيدا هناك في فرنسا وجدت أنات المختطفين صداها في وقفة احتجاجية نظمها الصحفيون المشاركون في المؤتمر 29 للاتحاد الدولي للصحفيين في مدينة إنجرس الفرنسية، فالعالم لم يعد كرة معزولة عن بعضها، والصوت الذي يكتم في صنعاء سيجد حناجر يخرج منها في كل مكان من العالم. لمناقشة هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ نبيل أسيدي، عضو نقابة الصحفيين اليمنيين. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا أستاذ نبيل. يعني في مثل هذا اليوم ارتكب الحوثيون جريمة اختطاف جماعية لمجموعة من الصحفيين إلى جهات غير معلومة. بداية أستاذ نبيل، كيف تقرأ مرور عام من الاختطاف والتعذيب من رجال، يعني بحق رجال الكلمة؟ أولا بمناسبة شهر رمضان الكريم أحب أن أقول كل عام للزملاء المختطفين في سجون الميليشيات، كل عام وأنتم أحرارا، كل عام وأنتم رجال الحقيقة. مهما حاولت جماعة الحوثي قمع الصحفيين وإخفاءهم وتعذيبهم واعتقالهم، فإن ذلك لن يثني صحفيين عن أداء رسالتهم. مر عام هو من أسوأ الأعوام التي مرت بها الصحافة اليمنية والصحفيين، مر عام على اعتقال الحقيقة، مر عام على اعتقال صوت الإنسان، صوت المواطنين، مر عام على نقل ما يدور في الواقع بكل مصداقية للشارع. كل يعني مر عام به مئات الانتهاكات من الصحفيين، الاختطافات الذي تعرض له الصحفيون حوالي 86 حالة اختطاف في عام واحد،
أيضا الانتهاكات بالمئات، الاعتداءات، القتل، القتل وهو أبشع جريمة. 16 صحفيا قتل حتى الآن منذ دخولهم، منذ دخول الميليشيات إلى العاصمة صنعاء. دماء الصحفيين في كل مكان، على الكاميرات، على الأرض، في يعني أيضا في قلوبنا، وقعهم في قلوبنا. لم يعد يستطيع أحد أن يخرج، أن يتظاهر، سوى النساء، سوى زوجات الصحفيين، سوى أمهاتهم، سوى أخواتهم. أنا من هنا أحيي نضالات الأمهات والأخوات الصامدات اللواتي أثرنا العالم بصمودهن ومتابعتهن لأبنائهن وإخوانهن وأزواجهن. هذه عام من الصمود والعزة والكرامة والمتابعة. أم الصحفي عبد الخالق عادت إلى قريتها مكلومة، وهي لم تشاهد ابنها، ولم بعد أن ظل 6 أشهر امرأة طاعنة في السن تبحث عن ابنها بين المعتقلات. أي كارثة حلت باليمنيين؟ نعم أستاذ نبيل، يعني هل نستطيع أن نقول أن عملية خطف الصحفيين والتنكيل بهم أيضا يعني يأتي ضمن مسلسل تصفية الشهود من مسرح الجريمة، ربما يعني الذي انتهجه تحالف الانقلاب؟ طبعا هذا شيء رئيسي جدا. هناك سلسلة طويلة من عملية إخفاء الشهود، من بينها إغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية واعتقال الصحفيين ومتابعتهم واختطافهم، وأيضا اقتحام المقرات، وأيضا استيلاء على المؤسسات الإعلام بقوة السلاح. كل ذلك هو ضمن حلقة كبيرة من إخفاء الشهود وتغييب الحقيقة. هم أرادوا هذه العملية من أجل أن لا يكون هناك صوت سوى صوتهم، صوت بنادقهم فقط لا غير. عندما يتحدث عبد الملك الحوثي ويقول أن أعداء وأن الصحفيين والإعلاميين هم أكثر عداوة من المقاتلين أو خطرا من المقاتلين في الميدان، هذه دعوة للقتل سيحاسب عليها عاجلا أم آجلا. أي جريمة ارتكبها الصحفيين سوى حملهم أقلامهم وقولهم لآرائهم؟ لقد دمروا كل شيء له علاقة بالصحافة، لم يعد هناك صحافة ولا صحفيين. صنعاء أصبحت مدينة خالية من الصحفيين وممتلئة بالسلاح. نعم طيب أستاذ نبيل، يعني لو تحدثنا عن مواقف الأطراف إزاء اختطاف الصحفيين خاصة المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر، كيف وجدت تفاعلهم مع هذه القضية؟ أحيي الاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين على وقوفه الدائم مع نقابة الصحفيين اليمنيين في تبني قضية الصحافة والصحفيين كانوا مختطفين أو قتلى أو الاعتداءات التي استعرضها على الصحفيون في اليمن. يعني خلال اليومين تم حضور مؤتمر دولي للاتحاد العام للصحفيين، وأيضا خروج مسيرة في مدينة أنجلس الفرنسية، طافت شوارع المدينة وهي تحمل صور الصحفيين المختطفين والصحفيين القتلى، وتعلن تضامنها مع نقابة الصحفيين في خطواتها لتصعيد الإجراءات من أجل الإفراج عن الزملاء. لكن للأسف الشديد هناك الكثير من المنظمات الدولية وخاصة المنظمات التي تصلها معلومات من جهات وأطراف يمنية قدمت وزورت بعض الحقائق، وقدمت يعني ونفت أن يكون هناك صحفيين معتقلين. كان آخرها تصريح محمد عبد السلام في الأسبوع الماضي بأنه لا يوجد أي معتقل رأي على ذمة الرأي، وهذا هو دليل على أنه الجماعة تحاول إخفاء كافة الشهود. نعم. كانت لدينا معلومات بأنهم سيتم إخفاء الصحفيين، وحذرنا في نقابة الصحفيين من بعد أن تم الإضراب، حذرنا الجماعة من ممارسة عملية الإخفاء القسري للصحفيين وأيضا تطبيبهم، خاصة وأن حالتهم الصحية ازدادت سوءا بشكل كبير، منعت عنهم الزيارة، حتى تم محاولة كسر الإضراب. إذن قبل أن يعني نتناول هذا الأمر بالتفصيل، خاصة مسألة الإضراب، أستاذ نبيل اسمح لنا أن نأخذ معنا أيضا الصحفية حبيبة راجح، وهي إحدى المنظمات للوقف الاحتجاجي التي كانت اليوم في صنعاء. مساء الخير أستاذ حبيبة. مساء النور، حياكم الله. بداية يعني دعيتم أو نظمتم لمثل هذه الوقفة الاحتجاجية أستاذة حبيبة، هل يعني حدثينا كيف كان سير تنظيمها وكيف تم الاعتداء عليها من قبل النساء يعني أمام النائب العام؟
طبعا الوقفة اليوم كانت ل 8400 مختطف، ولكن كانت خصوصا اليوم لذكرى اختطاف 8 الصحفيين يوم 9 يونيو، يوم مذبحة الحرية الصحفية في اليمن. كانت الوقفة منظمة من صحفيين ومن أمهات الصحفيين وأسر المختطفين، كانت أمام النائب العام في المذبح. نعم. هل تم الاعتداء على هذه الوقفة هناك أمام النائب العام؟ نعم، كانت الوقفة في البداية سلمية، واضعين صور الصحفيين وعبارات تندد وتؤيد معركة الأمعاء الخاوية. فجأة ذات الشرطة النسائية لميليشيا الحوثي وصالح بالاعتداء، وتم اقحام الوقفة وتم ضرب أم مختطف وسحب اللواح التي كانت متواجدة لدى المشاركات، وأيضا جاءين بالأحسي العسكرية التي كانوا يحملنها مع شعارات الموت التابعة لميليشيا الحوثي وصالح. تم التجنب بقدر المستطاع لتواجدهم، ولكنهم أبين إلا أن يدخلن في مشاددة مع أمهات الصحفيين بالسب واللعن والضرب، حتى أنه اعتدت على أم الصحفي وأم المختطف ماهر هبة، وتم ضربها بأعصي، كانت الأعصي عسكرية. يعني انتم عرفتم انها يعني كانت تحملها نعم. نحن شاهدنا صور هذا الاعتداء استاذة حبيبة، وجدنا يعني نسوة يلبسن نفس الزي اليمني المعتاد، يعني لا يرتدين زي عسكري، ولكن يعني الأعصي المستخدمة كانت عسكرية. كانت عسكرية، وكانت والأعصي كانت من التي كنا نراها من قبل في بعض المسيرات في أيدي العسكر. نعم، حتى ان العسكر المتواجدون لن يساعدوا في فض النزاع، مستسلمين كانهم هم من احضروهم عنوه لافشال الوقفه. نعم، ولكن يعني نحن سمعنا اصوات نعم سمعنا اصوات الامهات وزوجات المختطفين، يعني طغت على كل ما حاولوا من افشال الوقفه. هل تمت الوقفه بنجاح؟ لم تتراجع امهات المختطفين، ولم نتراجع نحن كصحفيات، ولم نتراجع عن الوقفه، بل استمرينا في الشعارات، واستمرنا في رفع اللوحات المنددة باختطاف الصحفيين، ورفعنا الشعارات رغم الذي حدث. وللعلم الوقفات النسائية فعلا أرعبت الميليشيا، هزت كيانهم. ما دليل لهذا الشيء؟ وجود أكثر من وقفة، حركة إبدأ الحقوقية التي كانت قبل رمضان بيوم والذي حدث إقحامها برجال الميليشيا، واليوم ما حدث اليوم من إقحام الوقفة لا يدل ذلك إلا على الرعب، ولا يدل ذلك إلا على الخضوع للمقاومة الداخلية. نعم. طيب أستاذة حبيبة، يعني طبعا أني أوجه لحرائق صنعاء ألف تحية، سأقول لها إذا كانت رجالكم في السجون فأنتن لكن الشارع ولكن الكلمة ولكن فعلا رائدات الحرية. نعم أستاذة حبيبة، طبعا نحيي شجاعتكم أن تقفنا نسوة أمام عصابة وميليشيا لا تفهم في الحقوق أدنى شيء، وتردن إيصال رسالة معينة. طبعا لن تصل إلى مسامع الميليشيا بالتأكيد، ولكن بالتأكيد ستصل إلى المجتمع الدولي. ما الذي تريدون أن تقولونه للمجتمع الدولي أستاذة حبيبة؟ إنه بداية لا نجاح للحوار إلا بإطلاق الأحرار، ولن تنجح أي تسوية سياسية إلا بإطلاق ما يقارب 8400 مختطف، والعدد في تزايد. لن تثبت صدق نية السلام إلا بإطلاقهم. لدينا 2300 مختطف مخفي قسريا، بالإضافة إلى 9 صحفيين الذي تم إخفائهم قسريا في الفترة الأخيرة. نعم. إذن شكرا جزيلا لك حبيبة راجح الصحفية من صنعاء، كنت معنا. عودة إليك أستاذ نبيل، كيف تعلق أستاذ نبيل على يعني شجاعة هؤلاء النسوة أن يقفن أمامها همجية عصابة لا تفهم في الوقفات السلمية شيء؟ هذه الوقفات التي قامت بها الأمهات والأخوات والزوجات هي تعبير عن الصمود والقوة والعزة التي يمتلكنها الأمهات.
هم أيضا فقدنا أبنائهن في السجون، يبحثن عنهم، وبالتالي فإن الشجاعة المتناهية الذي يقومن به ليس متواجدا خلال هذه الفترة حتى من الرجال أنفسهم. لقد صمت الكثيرون بما فيهم الحقوقيين، صمتوا عن أداء رسالتهم السامية، وأيضا الدفاع عن المعتقلين وعن المختطفين وعن الحقيقة. ولم يكن هناك سوى الأمهات، خرجن في كل مكان يوميا أمام سجن هبرة، اعتصام لهن. أيضا ظل يكافحن أمام بشاعة هذه الميليشيات. اليوم شاهدنا بعض اللقطات للاعتداء على الأمهات والزوجات أمام النائب العام. بأي بشاعة جاءت هذه الجماعة سوى العنف والتدمير، وحتى تدمير القيم. يعني عندما يخرجن النساء إلى الشوارع للتظاهر والاستجداء السجانين، وأيضا لحرق لتقديم أيضا شعورهن وتقديم أيضا الخمار من أجل يعني كعرف قبلي، ومع ذلك لا يتم الالتفات عليهن بل يتم الاعتداء عليهن. طبعا سنرى الكثير من بشاعة هذه الجماعة. هي الآن استخدمت ورقة جديدة عندما أخرجت نساء للاعتداء على المعتصمات، نعم. وسوف نشهد بشاعة أكبر من ذلك. نعم، كيف تعلق أستاذ نبيل على طرح الأستاذة حبيبة بأن تم ضرب يعني الواقفات، وتم ضرب يعني إحدى الأمهات بعصا عسكرية؟ يعني ما الذي يعني هذا؟ وجدنا النساء مدنيات، لا يظهر أنهن شرطة عسكرية، ولكن لديهن أعصى يعني أعصي عسكرية، وأيضا هناك العسكر كانوا يتفرجون وكأنهم من أتوا بهن حسب رواية حبيبة. هذا شيء بديهي جدا، من الذي أتى بهم؟ هل نزلوا من السماء هذه يعني محملات العصي؟ من يستطيع أن يخرج في صنعاء تحت هذا القهر سوى يعني اسمه الشخصيات مؤيدة لهم ومنسقين للاعتداء على الأمهات وعلى المعتصمات؟ كان الأمر واضح، أن يحملون اللافتات، أمرهم منظم، وصلوا أمام وتحت مرأى ومسمع أجهزة الأمن المتواجدة. لا شك أنهم من القوات أو من الشرطة النسائية. هذا أمر يعني معروف عن هذه الجماعة التي ارتكبت كافة الجرائم، لم يبقى سوى الاعتداء على امرأة. هذا شيء بديهي، يعني لقد اعتدوا، يعني قتلوا النساء والأطفال، اختطفوا الناس من بيوتهم، قتلوا الصحفيين وهم يحملون الكاميرات ويحملون الأقلام فقط. يعني الاعتداءات قمة، يعني إذا كان الشعب اليمني يتعرض لكافة الانتهاكات، فما بالك يعني بشريحة معينة؟ يعني هم لم يرعوا أي شريحة، كانت نساء أو أطفال، يعني يقصوهم بصواريخ الكاتيوشا. ما يحدث في تعز هذه برضو يعني صورة واضحة ومتجلية للبشاعة، بشاعة نعم. هذه الجماعة. لو عدنا للحديث أستاذ نبيل حول إضراب الصحفيين عن الطعام، يعني دخل الصحفيون تقريبا اليوم 24 وهم مضربون عن الطعام دون ما تحرك أممي ضاغط لإطلاق سراحهم، كيف تقرأ مثل هذا التقاعس؟ طبعا تلقت يعني الصحفيين كثير من الوعود بإطلاقهم من جماعة الحوثي، وأنهم ملتزمون بإطلاق الصحفيين والمعتقلين. كان آخرها في مفاوضات جنيف 2 عندما تم الاتفاق على إطلاق المعتقلين في 15 يناير، يعني في بداية العام. لا أنهم تعودوا على مسألة الكذب والخداع. صراحة هم مارسوا عملية التضليل بشكل كبير. أيضا أقسم أن الكذب لو كان أن الكذب لو كان رجلا لكان حوثيا، نعم. وأن الخيانة لو كانت دينا لاعتنقوه. نعم. لقد يأست منهم كافة الجهات، قدمت الكشوفات لأكثر من مرة وهم يماطلون في أكثر من مرة. المنظمات الدولية هي الآن أمامها حجم كارثة كبيرة، وهي قضية نعم. اليمن، وبالتالي قضية المعتقلين هم بالآلاف بما فيهم الصحفيين.
ومع ذلك الجريمة لا تسقط بالتقادم أبدا. وعملية الاختطاف الصحفيين، هم أرادوا الآن ابتزاز نعم الصحفيين ووضعهم ورقة للمفاوضات السياسية. نعم أستاذ نبيل، يعني تنضم معنا أيضا السيدة أم أحمد قريبة أحد المختطفين من صنعاء. مساء الخير سيدة أم أحمد. مساء النور أستاذة أم أحمد. يعني نود منك أن تحدثينا فقط عن فكرة خروج الأمهات وفكرة خروجكن يعني قريبات لهؤلاء الصحفيين المختطفين، كيف أتت وهل يعني تجدن أنها مثمرة معكن؟ نعم، فنحن لم نجد أمامنا إلا هذه الفكرة، الوقفات والمطالبة بهم، فنحن ليس لدينا إلا أصواتنا، ننادي، نناشد، نحاول أن نستنجد فيهم الإنسانية، الرحمة، القبيلة، نحاول أن نبحث عنهم عن شيء يعبر عنهم كبشر. نعم. أما نحن فلا نحمل سلاح أو نحمل أي شيء، وإخواننا الصحفيين لم يحملوا أي شيء سوى القلم وعدساتهم. نعم، هل كنت حاضرة؟ نعم، هل كنت حاضرة اليوم في وقفة اليوم؟ نعم كنت حاضرة. ما الذي حدث هناك؟ الذي حدث أننا عندما جئنا لنطالب بالإفراج عن إخواننا أو الكشف حتى عن مكانهم، وقد تم نقلهم من سجن هبرة، يعني إلى حتى الآن لم يعترفوا لنا أين مكانهم، أين يتواجدون، كما تعلمين أنهم مضربين عن الطعام من تاريخ 9/5. نعم. وهذا شهر كريم، يعني نريد أن نعرف مكانهم، أن يعني نطمن على أحوالهم. ذهبنا إلى هناك لمطالبة النائب العام كأعلى سلطة في اليمن، وأملنا كان فيه كبير جدا. وماذا وجدتنا عند النائب العام؟ كنت أتمنى أن تسألوا ماذا حصل أمام مكتب النائب العام، النائب العام بنفسه، وهذا السؤال لا يوجه لنا كأسر، نحن ذهبنا لنستنجد به، لم نذهب إلى هناك ليخرجوا إلينا الشرطيات من داخل المكتب. يعني خرج النساء من داخل مكتب من امام يعني من النيابه العامه، الشرطيات خرجنا من داخل المكتب، والبعض الاخر كنا متواجدات امامنا صامتات، لم نرى معهن اي لائحه او اي شيء، حتى لو كنا لهن مطلب او شيء او شهداء، نحن كنا لم نعترض عليهن، فنحن لسنا الذي قتلنا شهداءهم كما يقولون، نحن جئنا نطالب بارواح في تقبع داخل السجون. نعم، يعني جئنا لهن. نطرح هذه الفكرة أخت أم أحمد يعني على الرأي العام، يعني وما هو موقف النائب العام مما حدث أمام مكتبه، يعني وتقولين أن النص خرجنا من مخجل بالتأكيد، ولكن كما قلتي يعني لا تمتلكن إلا أصواتكن التي ربما لا يمتلك الحوثي أذانا ليسمع إليها، ولكن أصواتكن وصلت للعالم أم أحمد وسيشاهدها العالم بالتأكيد، وسيشاهد ما الذي حدث. ما الذي تودين؟ قضيتنا عادلة بالتأكيد، قضية إنسانية، قضية صحافة. نعم أم أحمد، يعني بعد أن خرجنا النسوة من داخل المكتب كما قلت لم يكن لديهن لوحات، لم يعني فجأة وجدتنهن أمامكن بذلك الشكل الذي رأينا؟ بينما كنا نحن يعني بدأنا بنشر صور الصحفيين، كما تعلمين اليوم التاريخ اليوم بنفس التاريخ الذي تم اختطافهم فيه. نعم، فأول ما بدأنا بنشر اللوحات التي عليها صور الصحفيين بدأنا بالهتافات، أمريكا الشيطان الأكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لا أدري هل هي أمريكا وإسرائيل هؤلاء الذين يقبعون في سجونهم. نعم، لم نجد أمريكا وإسرائيل في اليمن، وإنما وجدنا الحوثي يعادينا في كل منطقة نذهب إليها، أصواتنا يحاول أن يقطعها، رسالتنا يحاول أن يمزقها، ولكن بإذن الله ستصل رسالتنا. طيب ما هي هذه الرسالة أم أحمد؟ يعني وصلي رسالتك كما تحبين اليوم على يعني من خلال قناة بلقيس للمبعوث الأممي للمجتمع الدولي، لأيضا فريق الحكومة في المشاورات في الكويت. رسالتي للعالم بأجمع، الصحفيين يقبعون بسجون الحوثي، الحقيقة تقبع بداخل السجون، فماذا تنتظرون؟ هناك أرواح يعني تكاد أن تموت، لا ندري أين هم، نريدكم أن تكشفوا عن مكان الصحفيين، نريدكم أن تطالبوا بالإفراج عنهم، أن تطالبوا الحوثي بالإفراج عنهم،
الصحفيين لم يحملوا سلاح، لم يحملوا سوى أقلامهم. الصحفيين يعني مصابون بالإغماء، في حالات إغماء، ويمارس التعذيب. يعني انتهكت الحرية في اليمن. نريدهم أن يعودوا الحرية، نريدهم أن يعودوا الحقيقة. إذن شكرا جزيلا. رسالتي إليهم لا تجعلوا المعتقلين كأوراق تتداولون بها. المعتقلين لهم قضيتهم، قضية المعتقلين قضية إنسانية. صحيح. فعليكم إذا كنتم فعلا، إذا كنتم فعلا كمنظمات تقفون، يعني تقفون مع الإنسان وحرية الإنسان، أن تقفوا مع الصحفيين وكافة المعتقلين، وأن تزوروا السجون. نطالب المنظمات، لماذا يستطيعوا أن يزوروا المحافظات ولا يستطيعوا أن يدخلوا السجون؟ لماذا لا يعترفوا أنهم منعوا من السجون، منعوا من الدخول إلى السجون؟ نتمنى أن تصل رسالتك للعالم. الأخت أم أحمد قريبة أحد المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى. معنا أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني يفترض أن تتحول قضية الصحفيين إلى قضية رأي عام دولي أيضا، يستطيع أن يضغط على، أو يعني على الأقل من خلال اتحاد الصحفيين الدوليين، على المجتمع الدولي للإفراج عن هؤلاء الصحفيين. هل يعني هناك خطوات غير الوقفات التي يعني يشكر عليها أن تم ذكر اليمنيين، وهذه يعني تعتبر سابقة للمجتمع الدولي، ولكن اتحاد الصحفيين الدوليين يهتم بهؤلاء الصحفيين بهذه الوقفة والمسيرة التي تحدثت عنها؟ ما الخطوة التي يمكن أن يقوموا بها؟ طبعا تعتبر هذه الوقفة هي أول وقفة في المجتمع الدولي الصحفي مع زملائهم الصحفيين في اليمن، وهذه المسيرة هي تعتبر بادرة مميزة جدا. نعم. وستدفع بها بخطوة إطلاق الصحفيين إلى الأمام، أنا أثق بذلك. وجهت رسالة من الاتحاد الدولي للصحفيين والمجتمعين إلى مفاوضات الكويت، وأيضا في مفاوضة جنيف أيضا كان هناك رسالة موجهت لولد الشيخ بهذا الجانب. منظمة العفو الدولية أيضا طرحت هذه القضية. كثير من المنظمات الدولية تعتبر قضية الصحفيين هي قضية رأي عام، وبالتالي لابد من النظر إليها بأولوية هامة. خاصة متى يا أستاذ نبيل؟ يعني الآن لهم سنة 24 يوم وهم بدون طعام، متى سيتحرك المجتمع الدولي تحرك حقيقي، يعني عوضا عن إطلاق الرسائل أو الوعود؟ للأسف الشديد لابد أن نكون واقعيين جدا، نحن أمام جماعة أتت من داخل الكهف، يعني لا تعترف به. لقد انقلبت على الدولة وعلى الدستور وعلى الشرعية وعلى الحكومة، وانقلبت على كل شيء. يعني هي لم تصغي لكل شيء، لم تصغي للمجتمع الدولي فيما يخص القصف والقتل المدنيين وما إلى ذلك من الانتهاكات والجرائم، فما بالك باعتقال مجموعة من الصحفيين يرون أنهم أعداء وأنهم أحد الأسباب الرئيسية اللي يعتبرونهم محاربين يعني، ويدعون لقتلهم يعني. أعتقد أنه الحادثة التي حصلت في اليمن هي أكبر مما يتصوره الشخص العادي. يعني هناك انتهاكات بالجملة يعني في كل المرافق، في كل الشرائح. أيضا المجتمع الدولي للأسف هو يبحث عن حل سياسي لما يحدث في اليمن، وأيضا يحاول أن يضغط من أجل إيجاد توافق سياسي. وهناك أولويات يراها المجتمع الدولي من خلال إعادة الدولة وإعادة هيكلتها من جديد، وبالتالي هناك يروا أن هناك أمور ثانوية ستحل فيما بعد. لكن قضية الإضراب عن الصحفيين، هو إضراب الصحفيين عن الطعام، هو أيضا قضية شجاعة جدا وحركت الأمر بشكل قوي. وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، قدم أكثر من رسالة للمبعوث، وأيضا تبحث معه في هذا الجانب. قبل أسبوع طلب مني كشف أسماء الزملاء المختطفين كامل، وتم إرسالهم إليهم إلى الكويت. نتمنى أن هذه الجهود هي تصل إلى نتيجة، ورغم يعني
نظرتنا إلى هذه الجماعة بأنها جماعة متوحشة وترفض وأيضا تلعب بقضية الصحفيين المختطفين كورقة ابتزاز سياسية، وتحاول أن تسيس الموضوع وتعتبر عملية الاختطاف وضمن الاتفاقات القادمة، يعني حينما قال أننا سنعاملهم بالمثل، يعني على الشرعية أن تقدم لنا صحفيين مقابل الإفراج عن الصحفيين الذين لدينا. يعني إذن أستاذ نبيل، تنضم معنا أيضا الأستاذة نسمة مبارك النشطة الإعلامية وشاهدة عيان مما حدث اليوم من صنعاء. مساء الخير أستاذة نسمة. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. بداية أستاذة نسمة، يعني لو حدثتنا عن رابطة أمهات المختطفين، يعني وما هي الجهود التي صنعتها لأجل يعني إخراج أولادهن، خصوصا مع المنظمات الدولية والمحلية بهذا الخصوص؟ رابطة أمهات المختطفين هي مجموعة من أمهات المختطفين الصحفيين التي أو الذين اختطفوا في خلال 9 مايو السنة الماضية، الذي مر عليهم الآن سنة كاملة وهم لا زالوا إلى الآن تحت الاختطاف والإخفاء القسري. لذلك تجمعت هذه الأمهات لعمل رابطة للبحث عن أبنائهن وأيضا بحث قضيتهن مع الأمم المتحدة وعن منظمات الإنسان حقوق الإنسان، وأيضا الوقفات المستمرة التي تطالب بالإفراج عن أبنائهن الصحفيين، وأيضا معرفة ما هو المصير الذي ينتظر أبنائهن من خلال هذه التعسفات التي يعملها الميليشيات الحوثي والمخلوع من خلال إخفائهم واختطافهم بدون حتى محاكمة أو تحقيق. وهذا ما جعل الأمهات يعمل على هذه الرابطة، وهي الآن والحمد لله متطورة وتطور عملها في البحث عن الحقيقة وعن مصير أبنائهن وإلى أين وصلوا من خلال مواكبة السياسات التي تحصل الآن من خلال هذا ما يحصل الآن في الكويت، وأيضا ما من خلال أيضا الأمم المتحدة، وأيضا البحث أيضا عن من يدلهم عن هذه عن أبنائهم سواء كان في الداخل أو في الخارج. نعم. طيب أستاذة نسمة، ما قراءتك للموقف الذي حدث اليوم من اعتداء على الوقفة التي كانت خاصة بأمهات ويعني زوجات المختطفين؟ اليوم تفاجأنا حقيقة بما حصل، فهو تصعيد عجيب وغريب للميليشيات. الذي حصل يا أختي أننا كنا في كالوقفات السابقة، ما دائما نقف هذه الوقفات للبحث عن مختطفينا وأيضا للسؤال عنهم ورفع قضيتهم والتصعيد لإخراجهم، لكننا تفاجأنا بهذا الأمر العجيب الذي حصل. ما حصل يا عزيزتي أننا كنا في بداية الوقفة، لكن تفاجأنا أن هناك أطقم عسكرية تحوط المكان، تمنع الباصات أو تمنع المارين، حتى أنه في بداية الوقفة في الاتجاه المقابل قاموا باختطاف أحد الشباب المارة الذين بدأوا بتصوير الوقفة، أيضا قاموا بتهديد أحد الرجال الذين وقفوا لتحية الواقفات. لكن بعد مرور دقائق أو ثوينات إذ بالجموع الحوثية من النساء تقتحم الوقفة وتحاول إرباك المشهد العام للوقفة برفع الشعارات وبمحاولة الاعتداء على الواقفات والمحتجات. أذكر أيضا أن أم ماهر هبة، نعم، قمنا بالاعتداء عليها، ضربناها وفجأة ظهرت الهراوات. هذا ما يدلل أن هناك شرطة نسائية تابعة للميليشيات الحوثية والمخلوع، فجأة ظهرت الهراوات وبدأ الضرب على المحتجات والواقفات. أم ماهر هبة ضربت، أخذت صورة ابنها ومزقت، أيضا محاولة أخذ اللافتات وتمزيقها لولا أن
كنا نحاول أن نبتعد عنهم وأن نحاول أيضا أن لا نلتفت إلى محاولة مضايقتهم، إلا أنهن أينما ذهبنا كنا بعدنا، فحاولنا قدر المستطاع الابتعاد عنهن، وهذا ما ملخص صغير جدا عما حصل. أيضا الشرطة لم تتدخل أبدا، وكأنها كان دورها هو حماية هذه المجاميع النسائية التي كانت مهمتها أيضا أنه تربك هذا الموقف وتربك أيضا ما نريده. أيضا الشيء الذي حز في أنفسنا ونستغرب له، نحن أتينا للمطالبة بإخراج أبنائنا من السجون، لم نتكلم لا عن سياسات داخلية ولا سياسات خارجية. فما الذي يحدث الآن؟ لا نتكلم على أمريكا ولا على إسرائيل ولا، فما الذي كيف يدخلون المواضيع في بعضها البعض؟ هذا هو نهجهم عزيزتي، يعني ليست هذه المرة الأولى في خلطهم الأوراق بعضها ببعض كما تحدثتي. أود أن أعرف منك، يعني أنا للأمانة أحيي شجاعتكم مرة أخرى أن تقف النساء أمام عصابة ميليشاوية تحمل السلاح، وأيضا يعني تطورت وأصبحنا نساءهم يحملن الهراوات. المرة القادمة لا نستبعد أن يحملن الأسلحة الثقيلة ربما. ما هي خطواتكم القادمة أستاذة؟ فنظل نقاوم ولن نخاف بإذن الله تعالى. نعم، طالما الحق معكم فلن تخافن شيئا. أود أن أسمع منك وأن نوصل صوتك أستاذة نسمة وصوت البقيات للوفد الحكومي في وفد وفي المفاوضات أو المشاورات في الكويت، وكذلك لمبعوث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. كلمتي هي اتقوا الله في هذا الشعب، اتقوا الله في هذا الشعب، فقد حملكم كل الآمال، لازلنا نتحمل كل الآلام والموادع، لازلنا صابرين وصامدين رغم ما نتحمله الآن ونحن في هذا الشهر الفضيل. كنا على أمل أن يخرج مختطفين قبل بداية هذا الشهر الفضيل ونصوم معهم، لكننا إلى الآن لازلنا نرى مفاوضاتكم يعني تمتد بشكل لا يقبله إنسان يمني حر على نفسه. كيف لا. كيف ترضون؟ اعتبروا ان هذا ان هؤلاء الصحفيين احد ابنائكم، سنه كامله بدون محاكمه وبدون تحقيق وبدون توجيه تهمه، كيف لهم ان يظلوا سنه في السجون؟ هذا شيء عجيب. اناشد جميع المنظمات الحقوقيه والانسانيه، اناشد ايضا الامم المتحده ان كان فيها خيرا، اناشد حكومتنا الشرعيه التي لا زلنا نحملها كثيرا من الامال، أن تفرج عن مختطفينا، أن تحاول الضغط بقدر المستطاع وأكثر من المستطاع، أن يكون همها الأول الإفراج عن مختطفينا، ثم بعد ذلك تأتي بعد ذلك الأشياء الكبيرة الكبرى التي لم نستطع حتى أن ندخل إليها. إذا كنا مختطفين لا نستطيع أن نخرجهم، فكيف نستطيع تحرير اليمن من هذه الميليشيات التي لم تضع حتى للمرأة أي قليل أو قدر صغير من الاحترام؟ شكرا جزيلا لك أستاذة نسمة مبارك، ناشطة الإعلامية وشاهدة عين، كنت معنا اليوم عبر الهاتف من صنعاء. تعليقك أستاذ نبيل، يعني يبدو أن كلما زاد الظلم ظهرت يعني وجوه شابة مقاومة لكل أنواع الظلم. حديث الأستاذة نسمة ورسالتها كانت واضحة جدا للمجتمع الدولي، هل سيصل صوتها برأيك؟ أحب أن أقول شيئا مهما جدا للأمهات والأخوات وزوجات الزملاء الصحفيين المختطفين. سلام الله عليكم، سلام الله عليكم في الأولين والآخرين. أنتن من رفعتن رؤوس الصحفيين، من دافعتن عن الحقوق والحريات أكثر من الصحفيين أنفسهم. والله إنها لمعركة كرامة ومعركة عزة، من يعني ومن أشرف المعارك التي تقودها النساء في اليمن. هذا صمود منقطع النظير، سنة كاملة والأمهات في أمام السجون والمعتقلات يدافعن عن أبنائهن ويواجهن ميليشيات قمعية
لم تدع أحدا إلا واعتقلت أو هددت أو اختطفت. رسالتنا أيضا نحن نضم أصواتنا في نقابة الصحفيين مرارا وتكرارا مع أمهات الصحفيين والمختطفين، ونطالب بالمنظمات الأمم المتحدة والحكومة الشرعية بالتحديد أن تقف وقفة جادة أمام الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون الذين اعتقلوا، وأيضا ما زال هناك أسر مكلومة وموجوعة قتل أبناؤها وهم ينقلون الحقيقة لأفراد الشعب. 15 صحفيا إلى الآن، 16 صحفيا قتلوا في الميدان، أسرهم يعني موجوعة القلب، دامية القلوب بجراء ما حدث لأبنائهن وأزواجهن على يد هذه الميليشيات. هذه جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد حرية الرأي والتعبير، مخالفة لكل العهود والمواثيق الدولية والإنسانية. وبالتالي فإن أي اتفاق سياسي، نحن نقول في نقابة الصحفيين أن أي اتفاق سياسي بين كافة الأطراف مهما كانت، فإن حق الزملاء على القتلى والجرحى والمختطفين في السجون لن يسقط أبدا، ويجب محاكمتهم ومتابعتهم. النقابة تقود حملة عدم الإفلات من العقاب، وهي بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وسنواصل ذلك. نعم، اسمح لنا أستاذ أيضا أن نستمع للأستاذة فاطمة حميد، أخت الصحفي حارس حميد من صنعاء. مساء الخير أستاذة فاطمة. مساء النور، حياكم الله. مرحبا بك سيدة فاطمة. يعني بعد مرور عام أستاذتي على اختطاف الصحفيين ونضال الزوجات والأمهات والأخوات أيضا، ما هي رسالتك عبر قناة بلقيس التي تودين إيصالها؟ طبعا رسالتي أولا تكون للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والصليب الأحمر النظر في قضية الصحفيين، حيث أنهم مر على اختطاف عام كامل ولا يعني لم ننظر لأي نتيجة تحققت. نعم. الضغط على الميليشيا بسرعة الإفراج عنهم. طيب يخبرون يعني ما هو الجرم الذي ارتكبوه لهذا الاختطاف التعسفي. نعم سيدة فاطمة، لو حدثتنا عن أبرز معاناة أمهات الصحفيين وزوجاتهم وأطفالهم أيضا، ما هي أبرز تلك المعاناة بعد عام من الاختطاف؟ يعني أنا سأتكلم عن أم الصحفي حارس. نعم. بمقام جميع الأمهات، يعني أم مكلومة كل يوم تعاني شدة من الألم والقهر لغياب ابنها، كثرة البكاء والسهر الذي أرقها، حيث أنها تمر بحالة صحية سيئة لبعد ثلاثة كبدها. يعني تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، هذا الذي في أيدينا. نعم. يعني الصحفيين يمرون بحالة سيئة من تدهور في الصحة، ويعانوا أيضا من أمراض جلدية، حيث أنه بلغنا أن الصحفي حارس دخل في غيبوبة من شدة الإضراب. ولا هذه قلوب. أستاذة فاطمة، كيف تتابعون أخبارهم؟ يعني محمد عبد السلام الناطق الميليشيا يصرح بأنه لا صحفيين موجودين أو معتقلين من حر يعني أرباب الكلمة أو حرية الرأي لديهم. يعني أنتم كيف يتعاملون معكم؟ هل يحدثونكم أنهم موجودون ولكن لا يعني يوصلون لكم أين مكانهم بالضبط؟ نعم، إحنا نذهب يعني مثلا نذهب إلى نعم. لا ماكن الصليب الأحمر أو شيء، موجودين لكنهم يعني محتجزين، يعني ورافضين بالذات الصحفيين بالذات أنهم الإفراج عنهم. نعم. يعني لأنه دائما يقولوا جرمهم كبير ضروري، يعني ما في عليهم إفراج أبدا. قالوا ضمانات، جبنا لهم الضمانات لكن لا فائدة، وصدنا مشايخ وصدنا حوثيين. نعم، إذن كان الله في عونكم، وبإذن تعالى أن يعني تسمعوا أخبارا جيدة في القريب العاجل، وأن يفرج عن جميع المختطفين بما فيهم الصحفيين. شكرا جزيلا لك فاطمة حميد، أخت الصحفي حارس حميد بن صنعاء. أستاذ نبيل، في كلمة أخيرة لك، ما الذي يمكن للنقابة أن تفعله إن لم يتم الإفراج عن هؤلاء المختطفين؟
نحن مستمرون في عملية متابعة منظمة الأمم المتحدة والمفاوضون، وأيضا في التواصل والتشبيك مع العديد من المنظمات العربية والدولية من أجل ممارسة المزيد من الضغوطات على الجهات المتفاوضة وعلى الأمم المتحدة، ولتمارس دورها الحقيقي في الإفراج عن الكلمة الصادقة والصحفيين والحرية. لابد لزملائنا من الحرية مهما طالت. أيضا نحب أن نؤكد بأننا نطالب بالإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط، ونحب أن نقول لأمهات الصحفيين أن أبنائهم لم يختطفوا لأن عليهم تهم أو لم يقدموا إلى المحاكمة. هؤلاء أحرار في سجون في سجون في سجونهم، هم أحرار، هم أحرار بالكلمة. أحيي أولا أحيي أيضا من نضالات الأمهات، أحييهن تحية بامتداد اليمن، بامتداد أوجاعنا وجراحاتنا. هؤلاء هم شرفنا ووسام كبير على صدورنا. ما فعله ينقصنا جميعا، ونحتاجه من أجل المضي قدما نحو الانعتاق والحرية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل الأسيدي، عضو نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. الشكر لكم مشاهدينا الكرام. ربما سأستعير كلمات إحدى الأخوات التي كانت معنا اليوم، أنه لا نجاح للحوار إلا بإطلاق الأحرار. أحرار الكلمة ما زالوا قابعون في سجون الميليشيا. نتمنى أن يتم الإفراج عنهم في القريب العاجل، هم وبقية المختطفين. شكرا لمتابعتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، لنلتقيكم في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.